هواء مباشرة إلى مؤتمر صحفي حول استضافة الصين للقمة التاسعة لدول البريكس. ففي النصف الأول للعام الجاري أيضا أقامت السفارة الصينية ندوة هنا لتقديم لكم منتدى الحزام الطريق للتعاون الدولي. 我们也想借此机会向各位记者为中外关系发展所做出的贡献表示我们的高度的赞赏。 وبهذه المناسبة يتيح لي أن أعبر عن خالص الشكر وفائق تقدير لكم لجهودكم على تطوير العلاقات الصينية المصرية. 再过两天我们将迎来宰圣节。 بعد يومين ستكون عيد الأضحى. 我借此机会向大家表示 节日的祝贺 وأتمنى لكم عيد الأضحى المبارك 也请各位的媒体朋友转达中国大使馆对埃及人民的祝贺 وأيضا أطلب منكم أن تنقل تحياتي وتمنيات من سفارة الصين إلى الشعب المصري 现在我先介绍一下金砖国家领导人第九次会晤的有关情况 أولا يتوب لي أن أقدم لكم المعلومات عن قمة دول بريكس عام 2017. 这次会晤将于9月初在厦门举行. هذه القمة ستقام في أوائل سبتمبر بمدينة الشامن. 会议的主题是深化金砖伙伴关系，开辟更加光明的未来. وتأخذ هذه الدورة للقمة عنوان تعميق علاقات الشراكة بين دول بريكس وفتح آفاق أكثر إشراقا. 会议旨在为金砖合作下一个10年凝聚共识，规划蓝图. سعيا إلى بلورة التوافق الآرائي ورسم الخطى للتعاون بين دول بريكس في العقد القادم. 2017年 主要合作重点体现在深化金砖国家合作、加强全球治理、开展人文交流及推进机制建设这四个大的方面。 تتركز الأعمال الأولوية لعام 2017 على أربع مجالات، أي تعميق التعاون بين دول بريكس، وتعزيز الحوكمة العالمية، وإجراء تبادل ثقافي وإنساني، والدفع بالبناء الآليات. 作为2017年金砖国家主席国，中国将在9月厦门金砖国家领导人第九次会晤的同时，举行新兴市场国家和发展中国家对话会。 ستعقد الصين كرئيس مجموعة دول بريكس لعام 2017 الحوار بين دول الأسواق الناشئة ودول النامية على هامش الدورة التاسعة لقمة دول بريكس التي ستقام في أوائل سبتمبر بمدينة الشامن الصينية. 中国国家主席习近平向塞西总统发出了邀请，参加这次对话会。 الرئيس الصيني شي جين بينغ وجه بالدعوة إلى فخامة الرئيس السيسي لحضور هذا الحوار. 塞西总统将应邀前往出席这次对话会. ونتشرف بحضور فخامة الرئيس السيسي لهذا الحوار. 我们对塞西总统及其率领的代表团表示热烈的欢迎. ويتوب لي أن نعبر عن الترحيب الحار بفخامة الرئيس السيسي والوفد المرافق له. 当前世界政治和经济格局面临深刻调整，新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的重要性日益突出. إن المعادلة السياسية والاقتصادية العالمية تمر بتعديلات وتغيرات عميقة. حيث تبرز أهمية دور دول الأسواق الناشئة ودول النامية في الحوكمة العالمية. 2016年 بريكس 这五个国家占全球经济总量的比重已经达到了23%. ففي عام 2016
إجمالي الحجم الاقتصادي للدول بريكس الخمس يشكل 23% من إجمالي الحجم الاقتصادي العالمي. 我想特别指出的是，世界上现在将近80%的国家为发展中国家。 ويتوب لي أن أشير إلى أن هناك حوالي 80% من دول العالم تنتمي إلى دول نامية. 去年9月，在G20 杭州峰会上，中国国家主席习近平曾指出，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起是当代国际关系中意义最为深远的变化之一。我们要顺应历史潮流。 把握国际大事，加强协调和配合，共同把金砖国家和二十国集团这两个重要平台建设好、维护好、发展好，推动新兴市场国家和发展中国家在国际事务中发挥更大作用，在国际治理中占据更加主动的有利地位。 قال الرئيس شي جين بينغ في قمه هانجو للمجموعه العشرين التي اقيمت في العام الماضي سبتمبر إن صعود دول الأسواق الناشئة ودول نامية كمجموعة واحدة من أعمق التغيرات التي تشهدها العلاقات الدولية المعاصرة فيجب علينا أن نواكب تيار العصر ونتكيف مع الأوضاع الدولية ونعزز التعاون والتنسيق في إطار مجموعة العشرين ومجموعة دول بريكس سعيا إلى تعزيز الدور الدول الأسواق الناشئة والدول النامية في الشؤون الدولية وتمكينها من كسب المبادرة والمزايا في الحوكمة العالمية. 我们正处于一个大变革、大调整的时代，机遇和挑战都很突出。和平发展、合作共赢，仍是国际社会的普遍的愿望。 إننا نمر بعصر التغيرات والتعديلات الكبرى الذي تبرز الفرص والتحديات فيه بأن واحد حيث تمثل التنمية والسلام التطلعات العمومية للمجتمع الدولي 虽然世界经济已重回增长轨道但复苏的基础仍不牢固增长仍旧低迷不少新兴市场国家和发展中国家的经济发展遭遇逆风 经济全球化进程出现波折，保护主义沉渣泛起。 رغم عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، إلى أن أساس الانتعاش ليس وتيداً والنمو بطيء، وبعض دول الأسواق الناشئة والدول النامية تعاني من تراجع في التنمية الاقتصادية، وتواجه العولمة الاقتصادية صعوبات كبيرة، وتظهر الحمائية مرة أخرى. 面对复杂多变的形势和环境，我们要保持信心，携手应对挑战。此时召开新兴市场国家和发展中国家对话会，可谓恰逢其时。 فعلينا أن نحافظ على الثقة ونتكاتف للتصدي للتحديات في ظل الأوضاع المعقدة. فإن إنعقاد الحوار بين دول الأسواق الناشئة ودول النامية يأتي في وقته. 埃及是阿拉伯、非洲、伊斯兰和发展中大国，是阿拉伯世界第一人口大国，并且拥有独特的地缘优势和地区枢纽地位，处于“一带一路”西端交汇处，辐射中东、非洲和欧洲。In Mصر, دولة عربية وإفريقية وإسلامية ونامية كبيرة، وهي أكبر دولة في العالم العربي. من حيث تعداد السكان ولها مزايا جغرافية فريدة إذ تقع في الملتقى الغربي للحزام وطريق وتربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا 埃及与许多国家有便捷的交通系统和互惠经贸安排是蕴含着巨大发展潜力的经济体 كما تتمتع مصر بشبكات المواصلات المريحة والترتيبات التجارية الميسرة مع دول كثيرة فإن مصر لها إمكانية كبيرة للنمو 这次塞西总统在金砖峰会框架下受邀出席新兴市场国家和发展中国家对话会将有机会向国际社会全面阐释
埃及现行社会经济政策和对全球经济治理的主张与理念，充分展示埃及形象，让国际社会更好、更全面地感受埃及，了解埃及。إن حضور فخامة الرئيس السيسي للحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية الذي يقام في إطار قيمة دول بريكس يمكن مصر من تقديم للمجتمع الدولي سياساتها الاجتماعية والاقتصادية وأفكارها حول الحوكمة الاقتصادية العالمية بما يعرض صورة مصر للمجتمع الدولي ويمكن المجتمع الدولي من معرفة مصر والتفاهم معها بشكل أفضل. 这无疑将对埃及吸引投资、扩大对外合作产生重要的促进作用。ولا شك أن ذلك سيساعد مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع التعاون الخارجي. 我很期待并相信，在包括埃及在内的与会国共同努力下，厦门对话会及相关活动将取得丰硕的成果，并为完善全球治理。促进世界经济增长，做出新贡献，从而推动新兴市场国家和发展中国家合作不断迈上新台阶。أتمنى وأثق بأن الحوار سيتكلل بالنتائج مثمرة وسيساهم في الاستكمال الحوكمة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي بفضل الجهود المشتركة من مصر والدول المشاركة الأخرى.بما يرتقي بالتعاون بين الدول الأسواق الناشئة والدول النامية إلى مستوى أعلى. 在对话会之外，塞西总统还将出席金砖峰会、工商论坛，并在论坛上发表重要讲话，介绍埃及，推介埃及，阐述埃及的政策主张。فضل عن الحوار سيحضر فخامة الرئيس السيسي منتدى الصناعة والتجارة للدول بريكس.وسيلقي كلمة فيها لتقديم سياسات والمبادرات المصرية. 中国和国际上很多著名的企业负责人将参会，并聆听塞西总统讲话，并就经济发展议题展开交流。سيشارك كثير من كبار رجال الأعمال سواء من الصين أو من دول أخرى في هذا المنتدى وهم سيستمعون إلى كلمة فخامة الرئيس السيسي ويتبادلون الآراء حول التنمية الاقتصادية. 我要特别指出的是，这次塞西总统除参加多边会议活动外，还将再次与中国国家主席习近平举行双边会晤会谈。和会谈，中方非常重视此次双边会晤，习主席也期待着就双边各领域合作与塞西总统深入交换意见，规划双方关系的未来发展。据我所知，双方还会签署一些合作协议，现正在就具体的安排进行磋商。من الجدير بذكر أن الرئيس السيسي سيحضر المباحثات الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى الفعاليات المتعددة الأطراف. إن الجانب الصيني يهتم بهذه المباحثات جدا ويتطلع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تبادل الآراء بشكل معمق مع الرئيس المصري حول التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتخطيط تطوير العلاقات الثنائية في المستقبل. على ما أعلم سيوقع جانبان على بعض الاتفاقيات التعاونية حاليا يجري جانبان تشاورات مكثفة حول الترتيبات الدقيقة في هذا الصدد. 我愿借此机会向各位媒体朋友介绍中埃合作最新的进展。وهنا سأقدم لكم المستجدات للتعاون الصيني المصري. 中国和埃及传统友好。2014年底，塞西总统访华。两国元首共同决定将中埃关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系新篇章。تربط بين الصين ومصر صداقة تقليدية عميقة. قام الرئيس السيسي بزيارة الصين في أواخر عام 2014 حيث قرر رئيس البلدين الارتقاء بعلاقات الصينية المصرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي سجلت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.2016年初，习近平主席应塞西总统的邀请，成功访华。塞西总统同年9月应邀出席 G20 峰会。
قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة ناجحة لمصر في أوائل عام 2016، وحضر الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين التي أقيمت في الصين في سبتمبر نفس العام. 其实，在此前的2015年，塞西总统也应习近平主席的邀请，前往北京参加中国人民抗日战争胜利70周年和第二次世界大反法西斯战争胜利70周年的活动。 وفضلا عن ذلك، كما زار رئيس السيسي للصين بمناسبة الذكرى 70 لانتصار الحرب العالمية الثانية التي تقام في بكين في عام 2015. 下个月初，塞西总统将再次访华。 والرئيس السيسي سيزور الصين في الشهر القادم أيضا. 我想在最近这几年 فأعتقد أن الزيارات المتبادلة المكثفة بين رئيسان البلدين يعكس مدى الاهتمام الجانبين لتطوير العلاقات بينهما. 也反映出双方对发展全面战略伙伴关系的高度重视。 ويعكس حرارة العلاقات بين البلدين. 几年来，经过双方的共同努力，两国各领域友好交流与务实合作蓬勃开展。 في هذه السنوات، وبفضل جهود الجانبين المشتركة، يتقدم التبادل الودي والتعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات باستمرار. 两国各层级互访频繁，政治互信不断增强。 经贸合作结出硕果，重大项目已开始取得早期收获。 حيث تتكثف الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستويات مختلفة، وتتعزز الثقة السياسية المتبادلة، كما يحرز التعاون الاقتصادي والتجاري نتائج مثمرة، وتشهد بعض المشاريع الهامة حصادا مبكرا. 文化合作形式创新精彩纷呈。 双方合作拓展至更广的领域和更深的层次，成果喜人。 كما يتم تنويع طرق التعاون الثقافي، فيسرنا أن يتوسع ويتعمق التعاون الصناعي باستمرار. 经贸务实合作是两国政府、人民和媒体普遍关心的领域，我愿借此机会做些介绍。 إن التعاون العملي الاقتصادي والتجاري تهتم به الحكومتين البلدين وشعبان البلدين ووسائل الإعلام من البلدين، فأود أن أقدم لكم بعض التفاصيل. 一年多来，两国务实合作取得一些新的进展、新亮点。 منذ أكثر من سنة حقق التعاون العملي بين البلدين تقدما كبيرا. 目前，埃及国家电网500千伏输电线路工程项目第一阶段已完工。 据我所知，第二阶段其实也在顺利的推进，并且已经有了很好的一个结果。قد تم إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تجهيز الشبكة الكهربائية المصرية، وحسب ما أعلم المرحلة الثانية أيضا في التقدم。这个输电线项目的合作是习近平主席访问埃及成果中的一个正式落地的务实的合作项目。 فهذا المشروع أول مشروع للتعاون العملي الذي تمت ترجمتها على أرض الواقع بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وأول مشروع الذي تم بناؤه بالقروض التجارية الصينية. 苏伊士经贸合作区项目作为中埃经济技术合作的结晶，在中埃中非合作的。 示范性项目，合作区、拓展区一期2平方公里的项目已经完成基础设施建设。 أما منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، فتعد مشروعا نموذجيا للتعاون الصيني المصري والتعاون الصيني الإفريقي. لقد تم بناء البنية التحتية في التوسع الأولى للمنطقة،
التي تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع. 日前，埃及斋月十日晨，市郊铁路项目签字仪式举行，中方将为埃及建造建设连接开罗市区斋月十日晨和新行政首都的轻轨线，建成后将成为往返开罗和新行政首都的重要的交通方式。 قبل أيام أقيم حفل التوقيع على الاتفاقية لمشروع السكة الحديدية لمدينة عاشر رمضان، وشركة صينية ستقوم بعمل خطوط السكة الحديدية التي تربط بين وسط مدينة القاهرة ومدينة عاشر رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة. 值得一提的是，金融合作是两国务实合作的一大亮点。习近平主席访来后，双方签署了。 货本币互换、贷款、授信等一系列金融合作协议，为一系列经贸合作项目的合作提供了资金保障。ومن الجدير بالذكر أن التعاون المالي حقق تطورا بارزا أيضا. بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وقع الجانبان على حزمة من الاتفاقيات في مجالات تبادل العملات ومنح القروض وتجديد الاعتماد وغيرها التي توفر ضمانا ماليا لتنفيذ المشاريع التجارية والاقتصادية. 此外，双方正就埃及新行政首都产业新城开发项目、埃因苏克纳开发项目等加紧商谈。 بالإضافة إلى ذلك، حاليا يجري الجانبان تشاورات مكثفة حول المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة وفي أي سهنة. 投资方面，据中国驻埃及企业不完全的统计， 2016年中国企业在埃及非金融类投资新增 4亿2000万美元， 2016年底中国在埃及实际投资额 约达68亿美元。 في مجال الاستثمار، وفقا للإحصاءات غير كاملة، زادت الاستثمارات غير المالية لشركات صينية في مصر ب 420 مليون دولار أمريكي في عام 2016. 关于双边贸易，中国从埃及进口大量的农产品，帮助埃及促进农产品的出口，这也将有效地缓解两国贸易。 不平衡的问题，促进双边贸易关系健康发展。 في مجال الأعمال التجارية الصناعية، تستورد الصين حجما كبيرا من المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يساهم في تخفيف الخلل في الميزان التجاري بين البلدين ويعزز التنمية السليمة للعلاقات التجارية الصناعية. 比如，从今年开始，我们将从埃及进口葡萄。 مثلا منذ هذا العام سنستورد العنب من مصر. 我们使馆的同事啊，在这个中国的内地，已经这个看到了埃及的柑橘、橙子。 وزملائي من السفارة قد شوف البرتقال المستورد من مصر موجود في الصين داخل الصين. 我还想介绍两国。 友好交流的一个重要方面就是旅游。كما سأقدم لكم بعض المعلومات حول التعاون في مجال السياحة。最近这几年，尤其是最近一两年，中国来埃及旅客的数量在大幅的增长。فمنذ سنوات زادت المواطنين الصينيين الزائر لمصر بشكل ملحوظ. 我想就旅客增长的幅度来讲，中国现在肯定是第一位。 فأعتقد من يعني مستوى زيادة للمواطن للسياح الصين تحتل المرتبة الأولى لمصر. 这也是一个两国 فزيادة في عدد السياح الصينيين إلى مصر أيضا يعكس مدى التعاون بين البلدين. 除此之外，两国的文化合作发展也挺好的。
وأيضا يشهد التعاون الثقافي بين البلدين تقدما كبيرا. 去年中国和埃及举办了中埃文化年。 وفي العام الماضي أقامت الصين ومصر عام الثقافة الصينية المصرية. 两国文化交流还在不断的向前推进。 وحاليا يتطور التعاون الثقافي بين البلدين باستمرار إلى الأمام. 最近埃及的这个盲女交响乐团对中国进行了友好访问和演出。 وقبل أيام زارت فرقة موسيقية يسمى باسم نور للصين. I think you know the Nur Orchestra. 最后我想强调，中国驻埃及大使馆和我本人愿继续为促进两国全面战略伙伴关系蓬勃发展做出不懈的努力。 وأخيرا أود أن أؤكد لكم أن السفارة الصينية وأنا شخصيا على استعداد لبذل الجهود الدؤوبة لإخراج تقدم للعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين. 中国和埃及的关系就像一棵大树一样，已经枝繁叶茂，但是我们还是要不断的浇水、施肥，使它进一步蓬勃的这个发展。相信在座的各位媒体朋友会和我们一样，当好园丁，为双方合作顺利发展提供更多的养分和支持。 العلاقات الصينية المصرية كشجرة كبيرة رغم الثمار الكثيرة فيها إلى أنها ما زالت تحتاج إلى السقي والإخصاب. أنا على يقين بأن الأصدقاء الإعلاميين الحضور سيقدمون دعما أقوى وعناصر غذائية أكثر كالبستاني لتطوير التعاون الصناعي. 下面我愿接受大家的提问。 شكرا لكم وبالتالي أرحب بأسئلتكم. تشبيه حضرتك أكثر من رائع أن العلاقات المصرية الصينية شجرة كبيرة تثمر ثمار كثيرة وإنها تحتاج إلى مجهود أكبر لتثمر أكثر. إيه حضرتك العوامل اللي هي حضرتك بتشوفها علشان الاستثمار تزيد في العلاقات بين البلدين؟ وبعدين هل في زيارة السيد الرئيس هتشهد توقيع على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر؟ وبالنسبة للمشروع تراك سويس، هل في إسهامات صينية في هذا المشروع؟ والصناعات الصغيرة والمتوسطة، هل دي اللي طبعاً بتحتاجها كل البلاد اللي هي عندها مسافة سكانية عالية جداً زي الصين ومصر والهند، هل في تعاون بين مصر والصين في هذا المجال؟ 首先，大使，您将中埃关系比喻成一棵大树，说它已经枝繁叶茂，但仍需要不断的浇水施肥。那您现在是否能向我们介绍一下，以后还会有其他什么样的果实出现呢？第二个问题是，在习总统此次去中国出席会议，是否会见签一些合作文件的签署？第三个问题是，中埃关系目前发展良好，中国企业是否在埃及苏伊士运河走廊开发项目中有比较重要的作用？感谢您提的这些问题。 حقا التعاون الصيني المصري أحرز ثمارا كثيرا في السنوات الأخيرة. ولقد قدمت بعض التفاصيل لكم. 作为这个中埃全面战略伙伴关系，我相信双方合作的潜力还相当大。
وبلا شك أن هناك إمكانية كبيرة جدا للصين ومصر، وإذ تربط بينهما علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكيد ستكون ثمارة أكثر. 当然，首先是我们这个在政治方面嘛，这个互信现在已经相当的好，我相信还会进一步的加强。 وأولا الارتقاء رفع مستوى الثقة السياسية المتبادلة. 塞西总统从2014年夏天当选总统以来，到下个月初将是。 ومنذ تولي رئيس سيسي رئاسة الجمهورية، وأيضا ستكون في زيارة رابعة للصين في الشهر القادم. كما زار رئيس الصين شي جين بينغ لمصر في العام الماضي. 两国高层的这种互访，最高层的这种互访，毫无疑问是推动两国关系发展的。 وبلا شك أن الزيارات المتبادلة بين رئيسين بلدين يكون القوة المحرك الأقوى للدفع على العلاقات الصينية المصرية. 现在双方还在加紧的努力，推动全面战略伙伴关系深入发展。 وحاليا يقوم جانبين بتعميق العلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. 务实合作毫无疑问。 是一个其中的一个非常重要的领域。وبلا شك أن التعاون العملي من أولويات لهذا التعاون والعلاقة. 刚才我介绍了，中方的和埃方就合作最近的进行的努力，并且产生的一个成果，包轨建设项目。 ولقد قدمت بعض المعلومات حول الجهود من الجانبين والثمار المحرزة في التعاون العملي، مثلا مشروع السكة الحديدية لمدينة 10 رمضان. 也包括新行政首都 public building 的承建的谈判正在取得重要的进展。 وأيضا مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، أيضا في تشاور ومشاورات. 其实还有其他方面进展。据我所知，中国的企业在埃及最近通过了新投资法以后，对埃及投资的兴趣在迅速的增长。 وحسب ما أعلم، رغبة الشركات الصينية في الاستثمار في مصر زادت بشكل ملحوظ بعد إقرار القانون الاستثمار الجديد لمصر. 我期待近期在中国企业来埃及投资方面还会取得新的发展和新的突破。 وأعتقد أن هناك ستكون تقدمات جديدة في مجال الاستثمار لشركات صينية في مصر. 在塞西总统参加对话会期间。 وخلال زيارة رئيس سيسي للصين وحضورها للحوار، سيوقع جانبين على اتفاقيات. 主要是涉及经贸合作。 ومعظمها يتعلق في مجال الاقتصاد والتجارة. 当然也有可能包括这个一些这个政治领域合作的文件。 وأيضا في بعض الوثائق في مجال السياسي. 其实双方合作现在取得的这个进展啊，应该讲还是很多的，但是呢，因为这次是一个大型的国际活动，会见的时间是很有限的，因此不可能所有的双方达成的这个协议都在那个场合签署。 فإن هذه القيمة تكون قيمة دولية ومتعددة الأطراف، فالمباحثات الثنائية بين الصين والمصري لا يمكن أن يكون وقت طويل، فلا يمكن أن يشهد توقيع كل الاتفاقيات. 因此呢，有些金融方面的合作的协议，恐怕要在其他的场合签署。
فممكن يعني يتم التوقيع على بعض الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في مناسبات أخرى. ومشروع تنمية محور قناة السويس، إن الجانب الصيني يهتم بهذا المشروع ويرى أنه يكتسب أهمية كبيرة لتحقيق التنمية لمصر. ونهتم بهذا المشروع ولدينا رغبة شديدة. فالتعاون في مشروع تنمية محور قناة السويس يعني يفتح مجال كبير للتعاون بين الصين ومصر. وحاليا الشركات الصينية يبذل جهود كبيرة في إنشاء التوسع الثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري. وأعتقد أن التوسع الثاني يعني ستكون أفضل من حيث الجودة والحجم من التوسع الأولى. وفي هذه المنطقة ستساهم الشركات الصينية في عملية التصنيع لمصر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أشكركم يا سيادة السفير على هذه الدعوة، وأرجو أن نسمع عدد من الأرقام، حجم التجارة المتبادلة بين مصر والصين، حجم الاستثمارات الصينية في مصر، عدد السياح الصينيين الذين سيأتون إلى مصر، وآخر رقم موعد انعقاد القمة بالضبط. حضرتك قلت أوائل سبتمبر. أوائل سبتمبر هل هو 1 و2 ولا 2 و3 موعد انعقاد القمة بالضبط؟ شكرا سيادة السفير. 大使先生，共和国报副主编。 我的问题是希望您能向我们介绍一些具体的数字，首先是双边贸易额的准确数字，其次是中国企业在埃投资的总额数字，第三是中国赴埃旅游人数的数字，第四是本次金砖峰会召开的具体时间。您刚才只是说到在9月初。感谢您提的问题。中国和埃及的贸易 关系是两国合作关系的一个重要的组成部分。فالعلاقات التجارية بين البلدين يكون علاقات مهمة جدا في إطار العلاقات الثنائية. 双边贸易额在近年来应该讲是在不断的发展。ففي هذه السنوات يتقدم الحجم التجاري الثنائي بين البلدين باستمرار. 据中方的统计。 两国贸易额达到了最高的规模是在2015年。 وحسب الإحصاءات من جانب الصيني بلغ هذا الحجم إلى القيمة في عام 2015. 具体的是128亿美元。 ورقمه هو 12.8 مليار. 在去年，也就是2016年。去年，دولار أمريكي。 在去年，也就是2016年， 两国的贸易额出现了一些下降。 وفي العام الماضي يؤسفنا هناك بعض التراجع في الحجم التجاري الثنائي. 我想这主要是因为这个。تراجع。因为这个。ممكن خالد سعد السفير يكمل。去年呢，由于埃及这个对这个进口商品啊采取了一些
限制的措施，所以去年两国的贸易额有所下降。فبسبب هناك بعض حواجز يعني مفروض من جانب مصري في استيراد المنتجات فتشهد العام الماضي تراجع في الحجم التجاري الثنائي. 但是仍然达到了100亿美元的这个水平。وتبلغ مستوى حوالي 10 مليار دولار أمريكي. الحجم الإجمالي. 在我刚刚上任的2010年，在就上任这个就任这个中国驻埃及大使的那年，两国贸易额是68亿美元。وفي عام 2010 في هذا العام يتم تعييني سعادة سفير في سفير الصين في مصر بلغ حجم التجاري الثنائي 6.8 مليار دولار أمريكي. 应该讲两国贸易额还是取得了长足的发展。فيمكن القول إن في هذه السنوات يتقدم الحجم التجاري الثنائي بين الجانبين باستمرار. 至于这个旅游人员的具体数字，我掌握的不精确，所以您要您可以找这个可以找要讲精确的数字，可以问问这的旅游部门。أما العدد السياح الصينيين بهنا ليس لدي رقم دقيق جدا. 在埃及125革命这个之前的2010年，中方来埃及的旅游人数是突破了10万多一点，10.45万。وفي ذكرت في عام 2010 عدد السياح الصينيين إلى مصر بلغ العدد 100,000 نسمة سائح. 我这有个资料是埃及方面统计的。وعندي رقم يعني من إحصاءات أجانب المصري. 是2014年中方来埃及的旅游人数是68,000人。في عام 2014 بلغ عدد السياح الصينيين إلى مصر 68,000. 在2015年，中国来埃及的旅游人数增加到130,000。وفي عام 2015 بلغ هذا العدد إلى 130,000. 根据这个埃及报纸，就是你们同行的向我提供的一些材料，2016年中方就中国来埃及旅游的人数增加到18万人。وفي عام 2016 زاد هذا العدد إلى 180,000. 2017年这个数字还将有比较大的这个发展。وسيتزايد هذا العدد في عام 2017. هذه الأرقام من وزارة السياحة المصرية. 最近这两三个月是盛夏，应该讲是旅游的淡季，但是中国来埃及的旅游的人数还在增长。ففي الصيف هنا ستكون تراجع في عدد السياح بمصر ولكن عدد السياح الصينيين تكون زيادة. 中埃都是文明古国。فإن الصين ومصر تنتمي إلى دول عريقة الحضارة. 中国人民对埃及灿烂的文明和现在还保存的非常重要的像金字塔、卢浮所这样的这个大规模的这个文物，那是兴趣很浓。فإن الشعب الصيني يقدر الحضارة الباهرة لمصر ويريد أن يزور الأهرامات والمعابد بالأقصر وغيرها من الآثار القديمة. 我想其实还有其他的这个地方，包括这亚历山大，包括霍尔戈达，包括阿斯旺。وأيضا في أماكن أخرى الإسكندرية والغردقة وأسوان. 我想随着这个天气逐渐凉快了，凉快起来，中国来埃及旅游人数还会进一步的增加。وأعتقد بأنه مع انتهاء الصيف سيكون عدد السياح الصينيين إلى مصر يزداد.
至于这次金砖峰会，金砖这个领导人国家领导人会晤，还有这个新兴国家和发展中国家的这个对话会，这会期是9月3号到9月5号。 أما الموعد لإيقاد القمة والحوار فخلال فترة ما بين يومين 3 و5 سبتمبر. 先举行金砖国家领导人的会议. أولا القمة الدورة التاسعة لقمة دول بريكس. 然后举行的对话会. بعدين الحوار بين دول أسواق الناشئة ودول النامية. 应该讲的日程还是非常的繁忙. فيمكن يقول البرنامج مضبوط ومشغول جدا. 这会议非常的这个富有意义. وأعتقد أن هذه القيمة وهذا الحوار ستكتسب أهمية كبيرة جدا لتطوير العلاقات بين دول أسواق الناشئة ودول النامية. 这次对话会将使中国人民能够再一次近距离的这个了解塞西总统。 了解埃及的发展. وهذا الحوار سيتيح الفرص للشعب الصيني للاستماع إلى كلمة وفهمة الرئيس السيسي والتعرف على الصورة المصرية الشاملة. 塞西总统一定是中国人民非常熟悉的老朋友了. فإن الرئيس السيسي يعتبر صديق قديم جدا للصين ومعروف. 我们对他能够参加这次 会晤啊，对话会感到非常高兴. فيشرفنا أن يحضر فخامة الرئيس السيسي لهذا الحوار. 这次对话会正好是在这个宰相节的后面这两三天举行. فموعد لإنعقاد هذا الحوار خلال الفترة بعد عيد الأضحى. 我想啊，塞西总统在这种特殊的时期仍然去中国参加这个会议。 فيشرفنا أن يخصص فخامة الرئيس السيسي الأوقات القيمة لحضور هذا الحوار. 我们深深地感到了塞西总统对中国领导人和对中国人民的深情厚谊. فهنا نلمس المشاعر العميقة من فخامة الرئيس السيسي تجاه الرئيس الصيني والشعب الصيني. شكرا. تجارة؟进出口数额现在我不掌握特别具体，但是中方确实是大量的顺差。ليس لدينا معلومات يعني بكل دقة، ممكن يعرف لنا لاحقا.因此我们也在积极这个考虑，能够从埃及多进口商品。 ونحن نقوم ب يعني التفكير في استيراد مزيد من المنتجات من مصر. 刚才我讲那个，从今年开始，我们要从埃及啊进口葡萄。مثلا قلت قبل قليل سنستورد عنب من الصين منذ هذا العام. 根据中国的经验，在一个工业化的刚刚开始这个初期啊，基本上都是啊进出口，对一个国家来讲啊，都是进口大于出口。 ومن تجربة الصين ستكون يعني مصر في المرحلة الأولى لعملية التصنيع، ففي هذه الفترة تكون الاستيراد الوريدة يعني أكثر من الصادرة. 随着自己的工业发展起来和现代农业这个发展起来，将逐渐改变啊这种情况。 ومع تقدم عملية التصنيع في مصر سيكون الصادرات حجم الصادرات سيكون حجم الصادرات أكثر من الواردات. 比如说中国现在中国的总体出口是比进口要大一些. مثلا الصين في الوقت الحالي حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات. 但从另外一个角度来讲，中方现在已经开始在国外啊进行这个比较数量大的投资。 刚才谈到这个旅游，还有服务业等等，所以，应该讲大的趋势看的话，无论对中国同外界的进出口或者是经济关系来讲，还是对中国和埃及的这个合作来讲，总体来讲是越来越趋向了均衡。
وأيضا هناك كثير من الاستثمارات من شركة صينية في مصر، وأعتقد هذا الاتجاه يعني يتجه إلى المسار الصحيح. شكرا. أريد أعرف من سيادة السفير، ذكرت مصر تشارك في كأس الحوار، ما هي الدول الأخرى المشاركة في كأس الحوار في الأسواق الناشئة والدول النامية؟ والسؤال الثاني، عايز أعرف إذا كان رئيس وزراء الهند سوف يحضر قمة البريكس، إحنا قرأنا كثير من الأخبار عن وجود توتر بين الصين والهند على أزمة حدودية وقمة مشروع كده للنقل.谢谢大使的介绍，我想问两个问题。第一个问题是，我看到报道，印度总理也会出席本次金砖国家领导人会晤。我们也同时看到，中国和印度目前有一些边界以及其他问题上的争端，那么此次会晤期间，中国国家主席习近平是否将与印度总理举行双边会晤来解决这些问题？首先呢，我想这个在这表示，这次啊，这个举行的金砖国家领导人这个的会晤，那金砖国家就是五个国家：中国、印度、俄罗斯、فسيشارك في قمة مجموعة دول بريكس الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. لقمة دول بريكس بس. لا، جلسة حوار إضافي يعني بعدين. وسيشارك في هذا بريكس، هي تقريبا同样的国家参加这个对话会. وسيحضر بالإضافة إلى دول بريكس لهذا الحوار، يعني أيضا يعني نفس العدد من الدول سيشارك في الحوار. 同样数量的吧，这个参加这个对话会，所以总数大概应该在10个左右. فإجمالي العدد الدول المشاركة تبلغ تقريبا 10. 毫无疑问，埃及这个国家呢。 是具有啊，这个很一个特殊的一个身份的。 فبلا شك أن مصر يعني ممثل فريد في هذا الحوار. 埃及是一个重要的发展中国家。 فإن مصر دولة نامية كبيرة ومهمة جدا. 埃及呢，那个目前啊，经济这个发展正在走向这个正轨。 والتنمية الاقتصادية في مصر تتجه إلى المسار صحيح والسريع. 所以这埃及的这个身份呢，这个既带有新兴体、经济新兴体这种性质，也是个重要的发展中国家。 فمصر يعتبر يعني ممكن نقول دولة نامية وأيضا دولة أسواق ناشئة في آن واحد تجمع صفتين. 还有其他的这个发展中国家，来自不同的这个大洲，也要参加啊这次这个对话会。وأيضا الدول النامية أخرى من القارات الأخرى. 我想这次对话会还是富有意义的。فأعتقد إن هذا الحوار سيكتسب أهمية كبيرة. شكرا. 谢谢。 Yes. 中国和印度啊是两个重要的发展中国家。 فإن الصين والهند يعني دولتين ناميتين مهمتين جدا. 也是邻国。 وأيضا من دول الجوار. 中国和印度既是这个G20的这个成员，也都是啊这个BRICS的这个
成员。 والدولتين أيضا كلاهما من دول الأعضاء لمجموعة 20 ومجموعة دول بريكس. 去年中国的国家主席习近平参加了在印度果阿举行的 بريكس 的领导人会晤。 وبالعام الماضي حضر الرئيس الصين شي جين بينغ قمة دول بريكس المقام في الهند. 自然今年在中国举行 بريكس 峰会，印度的领导人参加，我觉得也是很自然的事情。 وأكيد سيحضر قائد من الهند للقمة لدول بريكس في المقام في الصين. 最近在中国和 中国和应该讲西京，那个边界的上有一些事情，发生了一些事情。فيمكن القول إن هناك بعض النزاعات في الحدودية في الحدود الصينية والهندية. 据我们所知啊，就是昨天8月28号下午。 在中印边界西京段越界的印度的边防人员及装备已经全部撤回了边界的印方一侧。وحسب ما نعرف نعلم في اليوم الماضي تراجع الأفراد من الهند والمعدات الهندية إلى الحدود الهندية. 也就是在昨天。 下午的14时30分，印度将越界人员和设备全部撤回边界印度的一方。 هذا الموعد تكون في الساعة 2:30 بعد الظهر ليوم 28 أغسطس، يعني اليوم الماضي. 中方的现场人员对这个也进行了确认。 وأيضاً هذا يتم التأكد من جانب الصين، يعني تراجع جميع الأفراد والمعدات الهندية إلى الحدود الهندية. 中国政府重视发展同印度的睦邻友好关系. انسحاب. فإن الحكومة الصينية تهتم بتطوير العلاقات حسن الجوار مع الهند. 希望印度方面切实遵守历史 界约和国际法基本原则，同中方一道，在互相尊重领土主权的基础上，维护边界地区和平安宁，促进两国关系健康发展。 ونرجو من الهند أن تلتزم بالاتفاقيات التاريخية وأيضا بقواعد القانون الدولي وعلى أساس الاحترام المتبادلة لسعيا إلى حفاظ الأمن والسلام في المناطق الحدودية بين البلدين. شكرا. الرئيس السيسي عمل اجتماع اليوم صباح اليوم مع مجموعة